شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أيده الله ورعاه جموع المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد قصر الصخير، كما شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين وكبار ضباط قوة دفاع البحرين ووزارة الداخلية والحرس الوطني. الله أكبر. 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 لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. أمر بالإحسان، أمر بالإحسان في كل شيء فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وجعل الإحسان إلى الوالدين أعظم درجات الإحسان فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، صلوا وسلموا رحمكم الله على من أمركم ربكم بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنك إذا استودعت أمرا حفظته، فاللهم إنا نستودعك بلادنا مملكة البحرين. اللهم إنا نستودعك بلادنا مملكة البحرين، نستودعك ملكها وقائد نهضتها، نستودعك أمنها وإيمانها، نستودعك أرضها وسماءها، نستودعك أهلها وساكنيها. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار ومكر الليل والنهار. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم بارك له في عمره وصحته وعافيته، وانصره
وانصر به دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر جنودنا المرابطين على جميع الثغور، اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً، اللهم وتقبل من مات منهم شهيداً، اللهم وشافي وداوي من كان منهم مريضاً وجريحاً، اللهم تقبل من الحجاج حجهم، اللهم اجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً، اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين وبرحمتك وفضلك فائزين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. وبعد انتهاء الصلاة تبادل جلالة العاهل المفدى أيده الله مع الحضور التهانية والتبريكات بحلول عيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، وسائلا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات. هذا وقد رفع الحضور أجمل التهاني وأطيب التمنيات إلى جلالة الملك المفدى بحلول هذه المناسبة العطرة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته أعواما عديدة بوافر الصحة والسعادة، وأن يوفق جلالته ويسدد خطاه ليواصل قيادة مسيرة النهضة الوطنية وتعزيز مكانة المملكة ودورها الريادي في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، مشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور مستمر في كافة ميادين العمل الوطني.